مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من ملاعب القرب هنا بمنطقة أناسي. غادي نقربكم من ملاعب القرب. هذا ملعب ديال القرب ديال الباسكيت. شوفوا معنا الحالة الكارثية اللي فيها هذا الملعب هذا، بحكم أن ما فيه والو. الأرض دي شوفوا كيفاش مهرسة كاملة، وكيفاش فيها شقوق. يعني صراحة هذا الشيء كيألم فاش كنشوفوا أن ملاعب ديال القرب اللي خاصهم يكونوا في واحد شكل زوين، خاصهم يكونوا يعني يعني بواحد الشكل اللي كيليق بهاد الوليدات ديال المنطقه. للاسف هذا ملعب من الملاعب، كاينين شي ملاعب فيهم الاشغال وانا غادي نقربكم ليها. هذا ملعب ما فيهش اشغال، مازال ما وصلتوش الاشغال نهائيا. يعني حتى من غير المسؤولين، حتى الوليدات ديال المنطقه خاصهم يبقاو يردوا البال، حيت هادشي كيدار ليهم. هادشي لوليداتكم، دونك علموا وليداتكم انهم يقابلوا هاد الامور هذه. شوفوا معنا، شوفوا معنا هاد التيران ديال الباسكيت. يعني ما فيه لا لي باغي الباسكيت، البطويات الباسكيت، لا حتى شي حاجه. لي باغيغ كلهم اللي كاينين هنايا مهرسين. الشبكات، الشبكه اللي كاينه هنا كلها مقطعه. دونك كيف ما كتشاهدوا معنا، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، حتى شي حاجه ما مقاده هنايا. الازبال مرميه. صراحه هاد الملاعب ديال القرب في حاله كارثيه، وانا غادي نوريكم الصوره من بعيد كيفاش كيبانوا. شوفوا كيفاش كاع هاد الشيء مقطع، كاع هاد الشيء. والوليدات راه كيضربوا بهاد الشيء، يقدر الله يحفظ شي واحد عينيه، شي واحد تقدر تشد ليه في حوايجو. انا غادي نوريكم من بعد كيفاش كيبان هاد الملعب ديال القرب. شوفوا معنا دابا هذا، بالله عليكم واش كيبان انه ملعب ديال القرب كيليق بسكينه اللي تبارك الله فيها كثافه سكانيه كبيره، اللي كاينين وليدات، كاينين الناس ما استطاعتهمش انهم غادي يخرجوا وليداتهم يديهم يسافروا ولا يديهم لشي مدينه اخرى. كيقول لهم سيروا تخرجوا تلعبوا هكا، لعبوا كره، لعبوا باسكيت، ديروا شي اكتيفيتي، ولكن للاسف ما كاين والو. انا غادي نقربكم من الملاعب الاخرى اللي فيها الاشغال متواصله. يعني هذا التيران اللي وريناكم ديال الباسكيت، وهادو تيرانات ديال الكره، حتى هما كانوا في واحد الحاله كارثيه، ولكن حاليا فيهم اشغال. رغم ان الاشغال، انتم عارفين ان الاشغال كتمشي بواحد الوتيره يعني طويله بزاف، وتيره طويله بزاف، كتاخذ وقت وجهد بزاف ديال الامور. شوفوا معنا هما السجل الاشغال، يعني غيولي غتكون حتى الاضاءه وداك الشيء، كاين كل شيء هنايا في هذه المنطقه. خاص غير يعني الساكنه ولا الوليدات يردوا البال، بحكم ان دابا الوليدات كيجيو كيبغيو يلعبوا كره، الوليدات كيبغيو انهم فين يدوزوا الوقت، ولكن كيلقاو ان كاينين اشغال. والاشغال كيف ما كتشاهدوا معنا مستمره بهاد الملاعب ديال القرب ومتواصله. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا الكازون كاين، داكشي تقاد، ولكن خاص هادشي يكون عليه شي واحد اللي هو مسؤول. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، ملاعب ديال القرب هنا بمنطقه اناسي يعني راه كتقاد. شوفوا الشكل ديالها كيفاش ولا، ولكن الاشغال مازال متواصله فيها، الاشغال مازال ما سالاتش. الوليدات كيبغيو انهم يلعبوا ما تيلقاوش فين يلعبوا، غير هو هاد المره خاص داكشي يكون كاليتي، حيت لا كانت لا كاليتي شويه ناقصه بطبيعه الحال كلشي كيخسر. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا هادشي ديال الاشغال هنايا، حتى هاد الحديقه هادي حتى هي راه فحاله كارثيه. هادو اعمده كهربائيه ديال الاناره حتى هما بهاد المنطقه. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا شنو واقع بهاد المنطقه هادي. دونك هاد المنطقه كتحتاج بزاف الحوايج، كتحتاج الترميم والاصلاح وبزاف الحوايج. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الترانات كيتصلحوا كيتقادوا هنايا، واخا الاشغال متعطله شويه. شوفوا معنا هادشي ديال الاشغال اللي تصوبوا بهم الترانات، ولكن هاد التيران باقي ما تصاوبش للاسف. هاد التيران ديال الباسكيت، وهاد الحديقه هادي اللي كتشوفوا الشكل ديالها كلها تراب، كلها ما مقاداش، لدرجه حديقه وما فيهاش حتى شجره وحده ما فيهاش. صراحه راه حشومه هادشي. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا الوليدات دابا الصيف كيبغيو فين يلعبوا، تيبغيو فين يخرجوا، تيبغيو يديروا لي زاكتيفيتي ديالهم. هكا مزيان، حيت الوليد فاش غيخرج يلقى تيران مقاد، يلقى حديقه مقاده. وصلهم هذا النداء. وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، نتلقاكم في بث اخر، موضوع اخر. بسلام عليكم ونهاركم مبروك.